سعادة النواب دكتور قاسم استاذ كاظم استاذ جميل ممثل دكتور فتفت سعادة القائم مقام رؤساء البلديات والمخاتير الفعاليات الروحية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية والتربوية أهلي في دير إعمار أيها الأصدقاء أنا مبسوط أن أكون اليوم بدير إعمار معكم هالبلدة بأهلها وناسها كتير عزيزة على قلب مؤسسة رنيه معوض لأنه بيننا وبينكم في علاقة قديمة وسبق لقلنا أنه نظمنا فيها دورات تربوية للنساء وللطلاب ومنعرف أهلها منيح ومنحبهم وبيحبونا نعم نعرف دير إعمار منيح ومنعرف قديه هالبلدة مهملة ومتروكة ومنسية من الدولة يلي مقصرة بكل شيء ومقصرة بطريقة مش مقبولة أبدا بحقها دير إعمار عم تدفع كل يوم ثمن غياب الدولة عنا ثمن غياب المشاريع والإنماء يلي هن حق لأهلها دير إعمار مصنف اليوم وللأسف على خريطة الأمم المتحدة للبلدات الأكثر فقرا في لبنان هيك إهمال بيوصل لهيك نتيجة وزاد معاناة أهل البلدة عملية النزوح السوري اللي جعلتها تحمل أكثر من ما بتقدر عليه لناحية النازحين يلي صاروا عم يشكلوا عبء على البنية التحتية وعلى الخدمات الاجتماعية وعلى سوق العمل وبالمقابل وبدل ما السلطة المركزية تعطي اهتمام خاص ومضاعف لدير إعمار وتقوم بمشاريع لإنعاش المنطقة وخلق فرص عمل لتمكين الناس بالثبات بأرضهم عم نشوف كيف السلطة المركزية غرقانة بفسادها وملهية بسراعة النفوذ بتقاسم الجبنة وبأنانياتها وتارك البلد مشلول وزبالة على الطرقات ومعطل المؤسسات والإنماء بخبر كان كرمال هيك ومرة جديدة التجربة عم بتأكد أنه ما فينا نراهن تنمي مناطقنا إلا على السلطات المحلية لنعبي التقصير يلي مسببته السلطة المركزية خصوصاً أن السلطات المحلية أكثر من بيعرف شو حاجات مناطقها وبدير إعمار كان رهاننا بمحله رئيس وأكبر دليل هو المشروع يلي عم ندشنه اليوم هالمشروع هو نتيجة الشراكة بين السلطة المحلية بدير إعمار يعني البلدية وبين مؤسسات المجتمع المدني مثل مؤسسة رنيه معوض وبين المؤسسات الدولية المانحة يلي هي اليوم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID النموذج يلي عم نشوفه اليوم بيأكد أنه هالشراكة المثلثة الأضلع ناجحة تماماً ولازم تستمر لخير الشعب اللبناني والبلدات اللبنانية على مساحة 10452 كيلومتر مربع المشروع يلي عم نفتتحه اليوم وهو مشروع تطوير مستوصف دير إعمار له أهمية مزدوجة أولاً تحسين البنية الصحية بدير إعمار من خلال تطوير المستوصف وزيادة قسم مختبر فيه لإجراء فحوصات دم بنوعية ممتازة وبأسعار رمزية هالمشروع رح يستفيد منه أكثر من 1500 مواطن سنوياً ونحن منعرف مدى حاجة دير إعمار لهيك مشروع مثل ما البلدية بتعرف مثل ما كل مواطن ساكن بدير إعمار بيعرف الخدمات الطبية هي من أبسط حقوق الإنسان وين ما كان بالعالم فكيف بمنطقة متروكة ومحرومة مثل دير إعمار وهالمشروع له كمان أهمية إضافية لأنه بيشكل نموذج لكيفية معالجة النفايات الطبية بطريقة صحية ومطابقة للمواصفات العالمية
بالشراكة مع جمعية أركانسيال. هالجانب من المشروع بأكد أن مصيبة النفايات بلبنان منا أدر أبداً، إنما هي نتيجة طبيعية لسنين من سوء الإدارة والإهمال والفساد على صعيد السلطات المركزية. وبذات المنطق منقول أنه ما رح نسمح أنه يكون أدرنا بالبلد الاستسلام للاهتراء المفروض علينا. بالعكس تماماً، هيدا المشروع وغيره من المشاريع اللي عم نقوم فيها بيخلونا نجدد إيماننا بلبنان وبشعبه، ونأكد للكل أنه رغم كل شيء نحن مكملين. مكملين نشتغل بكل جدية لمصلحة الإنسان اللبناني وحقوقه وحريته وكرامته. أيها الأصدقاء، قدام شلل مؤسساتنا وصراعات المسؤولين العقيمة فينا نقعد وننق وننعي ونشكي وحتى نخرب مثل ما صار بوسط المدينة من كم يوم، بس هيدا ما بيوصلنا لشيء إلا للخراب والفوضى. خيارنا بمؤسسة رني معوض أنه ما نكتفي بالانتقاد. خيارنا نشمر عزنودنا ونشتغل وننفذ مشاريع بكل المناطق اللبنانية من دون استثناء وبشكل عابر للانتماءات الطائفية والمذهبية والسياسية. خيارنا نواجه الفساد والزبائنية والتعطيل والغرائز والعصبيات المدمرة بتقديم نموذج رائع من التعاون والإنماء والشفافية بعملنا وبمشاريعنا. اسمحوا لي بالختام أشكر باسمي وباسمكم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID يلي مولت المشروع وخصصت له 120,000 دولار، وأشكر الشعب الأمريكي يلي هو بيمول الوكالة. شراكتنا مع USAID ضمن برنامج بلدي أثمرت 9 مشاريع بالمرحلة الأولى من البرنامج، من ضمنهم المشروع اللي يعني عم نفتتحه سوا اليوم. وتم الموافقة مؤخراً على 24 مشروع للمرحلة الثانية. شكراً للUSAID لتمويلهم لهالمشروع. شكراً لدعمهم للأنماء والسلطات المحلية بلبنان. وشكراً للشعب الأمريكي لدعمه للدولة اللبنانية ولمؤسساتنا الشرعية وبطليعتها الجيش اللبناني والقوى الأمنية الشرعية. وكمان بدي أشكر بلدية دير إيمار رئيساً وأعضاءاً يلي استحقت عن جدارة هالمشروع من بعد ما تنافست مع عدد من البلديات على مساحة لبنان، فأثبتت جديتها وجدارتها تفازت بهالمشروع. وأكيد بدي أشكر كل يلي اشتغلوا على هالمشروع وخصوصاً فريق العمل بمؤسسة رني معوض. سوا رح نكمل تيبقى لبنان وطن للإنسان. عشتم، عاش الدار إيمار، عاش لبنان.